قبل أن يقتل بالرصاص. هذه بعض المشاهد التي صورها في مدينة بنغازي، سنستمع ربما إلى صوته يتكلم بعد قليل عن يشرح ما الذي يصوره في بنغازي. I don't know what it means. It says 122 DAN. Is they going to show us the other house? شو صار في الحوش الاخر بالضبط؟ انحرقن في سيارتين في جنان بتاعها. انحرقن في سيارتين في جنان جوا طبعا. من جراء القذيفه قصدك؟ طبعا. والبيبان الحديد كلها متشرطات. ما حدش انضر، ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حاجه. يا ريت تقول لنا السلام عليكم. مرحبتين، شو اخبارك؟ اسمي كريم. علي سويسي. مرحبتين عليك. إذن هذه مشاهد صورها الناشط الليبي محمد نبوس، عفوا وليس ونوس، محمد نبوس الذي صور العديد من المشاهد. وهذه صوره التي سنتابعها بعد قليل ايضا في اللقطات الاخيره له التي سنتابعها الان. ايضا سنتابع ما هي الكلمات الاخيره التي كان يقولها قبل ان يقتل. تشك تشك تشك. هلو، if you can hear me, hello. He is bombing Benghazi, no doubt. I have seen it myself with my own eyes. Right now I was in an area called Hayy Dular, a Dular area, and he has bombed it. He has bombed the area. All of that area has no nothing. I mean, no, even a camp, nothing. I can't talk much. I'm waiting for the battery to charge. إذن هذه مشاهد للناشط الليبي محمد نبوس، وقد كان يتحدث في اللحظات الأخيرة قبل أن ينزل مباشرة بعد ذلك إلى الشارع ويتابع أيضا البث. هذه الآن مشاهد بالصوت له سنستمع إليها أيضا في اللحظات الأخيرة له. إذن هذه الصورة الثابتة كانت مرفقة بأصوات الرصاص والمعارك التي تجرى في بنغازي عقب ما قالت السلطات الليبية أنه التزام بوقف النار. الآن نستمع إلى زوجته. I want to let all of you know that Muhammad has passed away for this cause. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن استمعنا إلى زوجة محمد نبوس تعلن وفاته ومقتله برصاص قوات القذافي أثناء